قالك دير النية وبسمع الحية. السلام عليكم. بعد من السلام عليكم بعد هذه اللي تنعد دريك اللي فوقها الرايه تعرف معناها شني اخويا؟ انا ماشي ود المنطقه هذيك، يعني مثلا ما نقولوا الداخله راهي هكاك، لا كيف هكا الا برزتها من صافي صافي صافي، يعطيك الرضا في الخريطه المغرب هذاك دير بحال جزيره. اي صحيت صحيت، برافو عليك، برافو. غنمشي نشوفها على هذا الكلام اللي قلتي، غنمشي نشوفها. تفضل. دابا دخلتي لي عطيتيني فكره، ولكن انا في البلاصه اخوك ذكي غير لمحتي وانا فهمت. يا سيبو، كاين المحيط الاطلسي من هنا وكاين وادي الذهب من هنا. صحيت سيبو، وهذاك باش نزيد ناكد لك زعما انا اخوك عنده مع الجغرافيه ما تخممش. اذا هذه انا نمشي لها من الواجهه، هذه هي الخريطه ديال الداخله، احنا نقولوا رسمي لكم المدينه من هنا من الدخله ديالها. حتى هي دايره بحال جزيره صراحه زوينه. هاي شبه جزيرة الداخل، انا ما انتبهتش. اوكي، بقثن دقيقه، وقثن شفت شفت مثلا يعني البد اللي مقطوع كما هي مكسوره ثمتيا، هذيك هي المرصى، دير بحال النيف ديال الشنقريحه هذا. يرحم والديك هذا. لا نقول لك مرحبا وسهلا واهلا ومرحبا بك، راهي بلادك وما خالق حد لا يناقشك فيها، ولا خالق حد لا يقول لك فلان انت اش تهدل، ولا خالق حد ينتعنصر معاك. مرحبا بك العيون والداخله وقليمي، مرحبا بكم وسهلا، راكم اولادكم، راحنا اولادكم وانتم اولادنا. انا راه خير نشوف، انا ملي نشوف البراني، انا صراحه يا اخي ملي نشوف البراني نجبروا كاع ناس كالعيون، نجبروا في السكيكيمه والله اللي يقسم الدنيا والدين نقبه ديدو نشري له جبهه دور صحراويه. انا كان جبرتك نشري لخويا الضراعه، ما عنديش كان. الله يحفظك. الله يلا، مرحبا وسهلا واخلا. احنا اخي نبغوكم تجونا وتعرفوا ياسر من الامور، تعرفوا اهل سكان العيون، اهل سكان الداخله، وتقعدوا تيو معاهم، حتى اللهجه راهي مولي تتعلموها شوي شوي، وحنا نتعلموا معاكم. انا ماني ناسي خير، شوف انا راه ماني ناسي خير، مؤخرا راني قست مدينه خنيفره قال موس حد بوحسوس العونات، ناس ما شاء الله ما شاء الله. مرحبا بك فاس. ايه فاس، كنت فاس ومكناس، كان يجبرتك في العيون لي والله يا وليد الاجواد، لينك تمشي بشاكوش عامر من اتاي والسكر غير ان شاء الله كونتاكت، ان شاء الله رينا عدل لي ابوني ان شاء الله، ورانا نتكلموا ان شاء الله، نرسل اخي اللي حبت خاطرك وما عندك اشكال، وهذا شرف لينا نجبروا ابناء المملكه معنا هون ما ان شاء الله باذن الله. وتحيه المملكه المغربيه، والله ينصر سيدنا، والله إن شاء الله الله يلبسه بالصحة والعافية إن شاء الله، الله يشافيه ويعافيه ويسدد خطاه. ومشكورين كل الأخوين اللي موجودين هم، مشكورين والله لنا الشرف مني نجبروا فاسي ولا مكناسي ولا رباطي، ما عندنا إشكال، إحنا مرحبا وسهلا وأهلا. رانك الدور وراك تشوف الحقيقة، ما هي مليشي، راك تشوف الحقيقة، راك فما في دار أهلك. مرحبا وسهلا وأهلا بك، أمين وخير بك وخير الناس يا خويا، ويرحم الكرش اللي جابتك واللي جابت لخوينهم، يرحم الكرش اللي جابتك. مرحبا. مرحبا. الله يحفظك. طبعا سيمون، نحن مغاربه من طنجه القويره، السيد كلامه جميل ولم الاحظ فيه حتى يعني ذره عيب، كلام منطقي جميل، قال مرحبا بكم، مرحبا يعني جميع المغاربه، راه جمعنا كاملين، لا داعي يعني للتمييز او يعني يزرع الفتنه في التعاليق. الانسان يكون عنده شويه ديال الفهم، السيد كلامه جميل ومنطقي وما قال حتى شي حاجه دلعيب. حتى انا غادي نقول فاس مرحبا بجميع المغاربه، علاش نبقى نقول مرحبا بتطوان طنجه تيفلت؟ واش انا كريسون؟ واش انا كنقطع البلايص كنبرح هنايا؟ صافي، جميع المغاربه تلخص كل شيء، مرحبا بجميع المغاربه في مدينه فاس، اذا مرحبا بجميع المغاربه في مدينه الداخله. 4:04 دقائق 0404، باش انا ديما سبحان الله كنشوف الساعه كتكون نفس الارقام، واش انا فيا التوحد يا عباد الله؟ ظريف الارقام انا ملاصقين. بنتي فلت ساكنه في الداخله، مرحبا اختي بنتي فلت، الله يسهل عليك، الداخله زوينه والحمد لله. دابا توصيات ديال سيدنا الله ينصره ويطولنا في عمره ويخليه لينا بركه، والله يشافيه ويعافيه الاب ديالنا، اب جميع المغاربه، الحمد لله كل شيء عرفوا عرف قيمته وحس بلاصتو، اللهم لك الحمد، هادشي كنشوفوه. المهم التوصيات اللي عطا سيدنا، عطا بزاف ديال التوصيات، منهم الجاليه ومنهم يعني الاستثمار في الاقاليم الجنوبيه. وليكن في علمكم ان
هاد الزياره حنا اللي درنا في هاد القافله مغاربه العالم الاقاليم الصحراويه، الزياره الاولى كانت لصله الرحم ونتعرفوا على المنطقه ونشوفوا الناس ونشاركوا معهم الطعام. الزياره الثانيه هي بعنوان الاستثمار في الاقاليم الجنوبيه. والله تجي شي تصويره هنايا يعني انتم تشوفوها. قولوا لي واش ما جاتش مزيانه. داكشي ديال البوزيسيون لا دبفته. راك تكذب هاي بروكسل. ودابا كيفاش نقنع الكرغولي ان هذه هي الداخله؟ يلا واش عندك ما تقنعوش. شوف اخويا المغربي، عيش في ارضك بسلام واستفد واستمتع وخلي بنادم يتفرقع. صورتك هاني اخوان ديروا لي السكرين من داك اللقطه، انا عاوتاني غادي نصور في الجرده. ديروا لي السكرين الله يرحم بك. سكرين اخوان، سكرين ما كاش تريسيتي، بروجيكتور يضوي عليكم وهران كامله. غادي تصويرها ما كاش منها يا اخو. هو صراحه الليل زوينه الاخوان، صراحه الليل فيه الهدوء وفيه السكينه وعجبتني مدينه الداخله بالليل. زعما انا ما ندمانش حيتاش ما نعسش، والله ما نعس دابا 24 ساعه او اكثر تقريبا، وماشي زعما دازت عليا بالسهله، راه جيت من العيون تقريبا شي 7 السوايع، وراك عارفين ما كتحبسي واحد نص ساعه في بوش دوري لا دار معاك مزيان. اول حاجه غندير غدا هو غادي نخرج لهاد الشلال نضرب شي فيديو ناضي هنايا. ها هو الغزال ديالنا، ها هو اللي تيقهرهم سكان واعيان وفعاليات جهات الداخله وادي الذهب، يخلدون بكل فخر واعتزاز الذكرى 49 للمسيره الخضراء. او لا 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 حذاري